سعيا للدور الريادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وتحقيق للركن الثالث من أركان رؤية 2030 المتمثل في العمق العربي والإسلامي، وتعزيزا للصورة الإيجابية لها في خدمة اللغة العربية والإسلام. فقد أولت الجامعة السعودية الإلكترونية اهتماماً كبيراً باللغة العربية للناطقين بغيرها تعليماً وتعلماً واختباراً، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني، حيث قامت بإطلاق برنامجين رائدين في مجالهما، وهما برنامج العربية على الإنترنت وبرنامج اختبار العربية المعياري. برنامج العربية على الإنترنت هو برنامج إلكتروني متكامل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث بني وفقاً لأحدث التجارب العربية والعالمية في تعليم وتعلم اللغات وفقاً للممارسات المثلى في التعلم الإلكتروني، حيث يعمل البرنامج على منصة بلاك بورد التعليمية في الجامعة السعودية الإلكترونية. ويتكون البرنامج من 16 مستوى تعليمي موزعة على 6 مراحل أساسية، وقد بني المحتوى التعليمي للبرنامج وفقاً لمعايير اليونسكو للمنهج العولمي، والذي يركز على قيم التنوع والسلام والمحبة والاحترام والتعددية الثقافية والحضارية والمشتركات الإنسانية. أما برنامج اختبار العربية المعياري فهو اختبار مقنن ومعياري يهدف إلى قياس الكفاية اللغوية للناطقين بغيرها، ويشمل الكفايتين الاتصالية والثقافية، وهو اختبار مناظر لاختبارات التوفل وآيلتس في اللغة الإنجليزية، ويغطي الاختبار عناصر اللغة والثقافة ومهارات اللغة والاتصال. وتستضيف الاختبار وتشغله شركة برومتريك العالمية، ويطبق في أكثر من 5000 مركز حول العالم. وحقق البرنامجان حضوراً كبيراً وانتشاراً واسعاً حول العالم، حيث تم توقيع عقود خدمات مع أكثر من 53 جامعة ومؤسسة تعليمية للإفادة من هذين البرنامجين في مختلف قارات العالم. ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في البرنامج أكثر من 18,000 طالب وطالبة، موزعين على أكثر من 72 دولة حول العالم، ينتمون إلى خلفيات ثقافية وحضارية وإنسانية. تتطلع الجامعة السعودية الإلكترونية إلى تعزيز حضور هذين البرنامجين وتأثيرهما بما يساعد على تمكين اللغة العربية في المجتمع العربي والإسلامي والعالمي، بما يعزز من قيم التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب.